لك يا قمر بالصابون وبالحجر. وينك يا قمر؟ غسل وجهي. مشط شعرك يا قمر والمشط الحيل انكسر. وينك يا قمر؟ مشط شعري. طل القمر والقمر قنديل كبير معلق بالشجر والشجر عالي عالي كتير. طل القمر والقمر قنديل. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ اشتقت لكم كتير. أكيد أنتم متحمسين مثلي للمدرسة وعم تستعدوا لأول يوم دوام. أنا حضرت كتبي أوعية وأغراض اللي بحتاجهم، وأنتوا أكيد عملتوا مثلي، صح؟ صح؟ مرحبا أصدقائي. مرحبا سامي. أهلا أهلا بونبون. أنا كمان يا سامي متحمسة كتير للمدرسة ومبسوطة إني رح أشوف صديقاتي. يا سلام. مرحبا سامي وبونبون، كيف حالكم؟ أهلا أهلا مس سماح، أنت هون؟ اشتقت لك كتير كتير. وأنا كمان اشتقت لكم يا طلاب الحلوين. بس حكولي، شايفكم مبسوطين ومتحمسين، إيش كنتوا عم تحكوا؟ كنا عم نحكي عن مدرستنا، اشتقنا لكل إشي فيها. يا سلام، وأنا كمان اشتقت للمدارس، مبسوطة إني رح أشوف الطلاب وأسلم عليهم من بعيد. من بعيد؟ بس ليش يا مس؟ إحنا كتير مشتاقين لك. سؤال مهم يا بونبون، لازم نسلم على بعض من بعيد مشان نحمي حالنا ونحمي أصدقائنا وكل الناس اللي بنحبهم من فيروس كورونا. إذا حدا حاول يقرب علينا ويسلم علينا من قريب بنقول له ما تقرب، سلم من بعيد مشان سلامتك وسلامتي. صح كلامك يا مس، صح. وكمان ما تنسي يا بونبون إنه لازم دايماً نغسل إيدينا بالمي والصابون. برافو يا سامي. بس بتعرفوا كم المدة يلي لازم نغسل فيها إيدينا مشان تروح منها الجراثيم والفيروسات؟ أنا بعرف، 20 ثانية. برافو يا بونبون، 20 ثانية. وكمان ما تنسوا تخلوا معكم أدواتكم الخاصة وما تشاركوها مع أي حدا. بس ليش يا مس؟ أنا دايماً بتشارك مع صديقاتي بكل أغراضي. صح يا بونبون، المشاركة إشي كتير حلو، بس مع كورونا لازم يكون كل واحد منا عنده أدواته الخاصة وما يشاركها مع حدا مشان ما تنتقل الفيروسات بينكم. هلأ فهمنا. برافو عليكم. طيب رح أسألكم أسئلة وأشوف إذا كيف مستعدين للمدرسة، وشو رأيكم نبلش؟ فكرة كتير حلوة. يلا يلا. بدي من كل واحد فيكم يحكي لي شو رح يعمل بالمدرسة مشان يحافظ على سلامته. أنا قبل ما أطلع كل يوم من البيت ما رح أنسى ألبس الكمامة. طبعاً يا بونبون، هاي من أهم الشغلات يلي ما بصير ننساها. طيب وإنت يا سامي احكي لي. لازم لازم ما ننسى التباعد الجسدي بيننا وبين زملائنا بالصف وبالمدرسة. برافو يا سامي، ما نقرب على بعض. ونعقم إيدينا، نعقم إيدينا بشكل مستمر كمان. رائعين، برافو عليكم. طيب احكولي شو ممكن تعملوا إشي تفيدوا فيه زملائكم بالصف مشان يحافظوا على سلامتهم وصحتهم باستمرار. عرفت، نضل نذكر أصدقائنا بالصف بإجراءات السلامة ونذكرهم بأهمية تعقيم وتنظيف إيديهم باستمرار. رائع يا بونبون، فكرة كتير حلوة. وإنت يا سامي شو ممكن تعمل إشي تفيد فيه زملائك بالصف؟ إذا حسيته خايف أو متضايق ممكن أطمنه، أو بخبر المعلمة وبحكي لها تساعده. برافو يا سامي، تصرف ممتاز. أنا كتير مبسوط إني عم بجاوب كل الأسئلة بطريقة صحيحة، كتير كتير مبسوط كتير. تذكر يا سامي إنه هذا الإشي رح يحافظ على صحتك إذا التزمت فيه. طيب بدي أسألكم، إذا لاحظ حدا فيكم تصرف غلط بالصف وممكن يضر زملائه، شو ممكن يتصرف؟ أنا بخبر المس فوراً. برافو يا بونبون، أهم إشي نخبر معلماتنا بكل إشي بصير معنا بالمدرسة لأنهم أكيد رح يساعدونا. طيب بس ترجعوا على البيت بعد المدرسة
شو راح تعملوا؟ أول إشي أول إشي بغسل إيدي. 20 ثانية 20 ثانية يا سامي. صح يا بنبون، برافو. طيب وإنتي إيش راح تعملي؟ أنا بغير أواعي المدرسة وبحكي لماما تغسلهم. برافو، وهيك بتتأكدي إنهم نضاف لتاني يوم. وبعدين بتغدى، لأنه أكيد ماما رح تكون عاملة أكل كتير زاكي. وأهم إشي يا سامي وبنبون، تديروا بالكم على دراستكم وتتابعوها باستمرار إنتوا وأصدقائنا. طبعاً طبعاً. طيب احكوا لي هلأ، إذا حدا منكم لا سمح الله حس حاله تعبان كتير بيوم من الأيام، شو ممكن تعملوا؟ بضل بالبيت مشان ما أعدي زملائي بالمدرسة، بضل بالبيت. بطل يا سامي، تصرف صحيح. طيب يا مس، احكي لنا عن المدرسة شوي، احنا كتير اشتقنا لها. مدرستكم نظيفة وعم تستناكم، مشان هيك أهم إشي نحافظ على نظافتها لما نروح عليها. مدام مدرستنا مستعدة لاستقبالنا، طبعا رح نحافظ على نظافتها يا مس، طبعا. أنا متأكدة من هذا الإشي يا سامو بنبون. طيب مين رح يحكي لأصدقائنا إذا فاتهم أي شيء من حلقاتنا؟ وين يتابعونا؟ على صفحتنا بابت سورد عالم الدمى على الفيسبوك والإنستغرام. وإنت يا بنبون شو رح تحكي لأصدقائنا قبل ما نسمع الأغنية؟ بحب أحكي لكل أصدقائي إنهم يديروا بالهم على حالهم ويكونوا متحمسين للدراسة. يلا استعدوا للمدرسة. يهو سلام. يهو يلا نرقص مع بعض. يلا يلا.